إذن انطلقت اليوم على مستوى الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالدار البيضاء بالعاصمة حملة للتبرع بالدم، شارك فيها رجال الحماية المدنية على مستوى كل من ملحقة المدرسة الوطنية للحماية المدنية بالجزائر وكذا الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل، حيث عرفت هذه الحملة مشاركة 3000 متربص بمختلف الرتب على المستوى الوطني، والتغطية كانت لكمال كريكرو. حملة التبرع بالدم اليوم هي الانطلاقة الرسمية لهذه الحملة من ملحقة المدرسة الوطنية من الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل المتواجدة بالدار البيضاء، وهذا بمشاركة 3000 متربص حماية مدنية على مستوى التراب الوطني والمتواجدين على مستوى ملحقات المدرسة الوطنية للحماية المدنية. تدوم هذه الحملة لمدة 3 أيام متتالية، وهذا بالموازاة مع المصالح الاستشفائية من أجل تقديم قطرة ولو قطرة دم لصالح المرضى ومن يحتاج إلى قطرة دم المتواجدين على مستوى المستشفيات الوطنية. المتربصون من جهتهم استحسنوا هذه المبادرة التي تهدف إلى تقديم بعض الدعم للمرضى الموجودين على مستوى المستشفيات. شارك فيها رجال الحماية المدنية بتبرع بالدم من أجل إنقاذ الآخرين، من أجل إنقاذ الأرواح، من أجل إسعاف الجرحى الذين يتعرضون لمختلف الحوادث، سواء حوادث المرور أو مختلف الحوادث التي تسجل هنا وهناك عبر كامل تراب الجمهورية. إذا هذه العملية نستحسنها كثيرا، وحتى نكون قدوة للآخرين، قدوة للمواطنين، وذلك عملا بالحديث من أحيا نفسا كأنما أحيا نفس الناس جميعا. هي والله هي مبادرة حسنة، ونحن كهيئة نظامية نقوم بها كل عام. كل عام تأتينا مصالح هذه الاستشفائية ونقلعوا الدم شاكاني.